الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المسلمون عباد الله قواعد يا رمها مهمك كسو نغنغضي إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحكم إذا أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب يرتكبه العباد بلاء يأي مصيبك استوى الدية دوشة ذكر عدا يوحك استوى دومها إدب صدان وحاصل يصابوا ذنب يخلط الدومها إقلين إن بدنا الدومها كم يدي وحلق يا بيني وإستان ذنبي هذا هي معاصي ذا يفعل حمد عقاب كيد وآخره نودعه لباتوين يكدت فربضان والدنيا دوشة إذا كوها استناني فهم سنين سببتو دين إتهاي معاصي ذا يخلدات كي يقففك أي قليان دودو لين إتهاي إن إلهي سبحانه وتعالى سيدة بوقو طوبت كينان إلهي حكور كتاب كيسة إصغى الله الله يصحابة دي رسولك ولي وكوي كقيب قليد دقالك يوحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم مركا إذن كل عضي دباطو لبن لاب كيادات جيستين دقال كي بدر وقال دادو جيستين ميات راهدين سيديتاني نوغود عضي ونقوا مسلمين إلهي درادو دقال مهي إلهي با سبحانه وتعالى نبي محمد أمري سؤال شو داينو كتشوابه شوابتنا وحي نقطي هو من عند أنفسكم وحي دنكو دعيا دبسان إسان وحي دنكو سميسين باصابوه خلد يقفات قشين باكيني إلهي أدومي سمد ظلميو عقاب كودنا إلهي وحبكم أنفرأيو إلهي نحريس تيسا بلارن عفيس كي سنو بدن يهي هذا ركتها دومها والدنيا دوشة دباتها يكوها الشيء سيدا تارد عدي دقال كي وحيو دوك لأ هذا نهاية الماما يصو وحا إيقو سمييين باصابوه وليبا إلهي سبحانه وتعالى خلط كي يقفك دومها الدنيا دوشة دا يكو قليان عقاب كي أرنك نوع عاصية يكو متاستين دما أنتي بإلهي كو مسودة جيو انتو إلهي عفية يا فربضان قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وحيدن كود عيدن هليلة مصيبة يدباطا وحاو كيم يوصابوا وحي خلد يقفات سميسين دنب إيا معصية وحي الله تمادين ولبا إلهي وحشاق إن بضانو كمدين وكعفية الدومة وعقاب كايكم متاستين ربي سبحانه وتعالى الدنيا دان وقسوة الددتشن وربي فرصد ووصيه إن إلهي وطوبت كيران خلدات كي يقفف كان إليك القرآن وقال تعالى في آية أخرى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وحبدي بر وكم وقضي فساد فساد كوحلوغة جيدا الكوارث والمصائب ودباتوينك مصيبوينك وحضتك أي دبسدان النفتو دا كدعا أولاد دا كدعا حوله دا يمالك دا كدعا وحامحا سببي إن بدي بربا مصائبتي دباتوينك أي كم مقدان حنونا فافا القرير دعا أبا رباها علاضو خلاف معيشة أدكاتية سعر برر وحاصر دان وحاصر صبابا وحيدتك أي سميين إلهينا سبحانه وتعالى مصائب تامركو سودتشين أي حكمة وكلة وحي تهي إنو أدوماها دردنسية وحي أي سميين أبا المرنتي سواح كميدة هدفكنا وحوية إينا إصدريمان يكوانا قاتان وإلهي سبحانه وتعالى يطوبت كيران أيها المسلمون عباد الله معاصي قاركيد
وحينو شيغي نبيغيني محمد عليه الصلاة والسلام وحادثي سكو حردان عقابية قارو أي ليهين وضومها السمية الدوية دي انتي تشوغان كدعا وهلالة وعما عاصدا سكم إذا شن دنبي ورسولك عليه الصلاة والسلام وشيغي شن عقاب إيه شن مصيبة وكدلانيس وخمسة ذنوب تسبب خمسة مصائب وعقوبات وشن دنبي وصباب إياه شن مصيبة إيه عقاب حديثك عبد الله بن عمر وكوري نبي جاني محمد عليه الصلاة والسلام وحد أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي با حق يقوصوك عيون ويمي قال يا معشر المهاجرين سقو الله الله يا صحابة دي مركا ميشة شوكتو مهاجرينها وحد مهاجرين أي خمس إذا ابتليتم بهن شان الرماض مركا ليدن كو امتحامه حالة دواء دكتاوي وأعوذ بالله أن تدركوهن إلهي نوحان كما قنقل يا شنطة سينة قادان ويا شنطة مدول بوحا كدلان يا عقاب قوني وآدو آدك هدالو في رسطو شنطة الدنبية حديث كان لقول شاقي شنطة وما انت الدنيا دوش يدوي كم مغضان قار كود آد بيوباهين وصائف بحين عقاب كودنا وهم مغضا لكن عقاب كودا وحي حالو نقوني يا الدومها إن بدن ملك لك الرادريا حال كنا آد بودوية هاي وإن إلهي الدنبية دا اللوغة توبت كينو وتوبت شروط دا دي وضا تللي مادو لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون ولو جاء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا وحر رسولك عليه الصلاة والسلام واتكو بادي فاحشة والدنبية دا فاشحون والزندي واللواد كدغن كيف حماية قوم اللوضة إلى هايين والله من إنينا إلى هذا وإسكورسينا سامان تهدوية دا كوبا هذي والله من دمار إنا إلى هذا وإسكورسينا سامان تهلا شرعية هي إقفك كهر يمادا إن بدن ودولك إلهي كمدا عقابكم التيسان أيه فاحش شودت كهذا يكون إحفافته إلا أي صيف بحضاء نقطة ميدا للحشون هاي وبنان كلا تاقي هاي وهدين للدون اللي قفانا يبا وحدد كادح وذا كفافة طاعون حنونا دا آد كوفافة آد نوح الله إياه وددك حاقة ولو جعلت لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا يا حنونا دا كيكوه الرياني يقول وعصبه وإياه مركا كوب الابمي عقاب كنوع صفا حشدة كدش مريدة كود حفافته وليبا يصويف بحضه وين أرقنا مانت أيديش أيديس يحنونا كلو مقعية كلو كل الدول لي وعصورتي هريان لها قونو عصر ينادو فافصا مركب حمان داد كدح وذادو فافته حمانتو ينا يفافته وليبا للتشهر ولا لصوبان بحو وحاسبب إيمان ضعيف وحاسبب حشو دره وحصاب تتربية الآن وحصاب حدود دي عقابك إلى عودتي وماشى لك الصهر وصيدة ما أنت عالم كوب دي مع سيادة لباد رسول كوحير ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة ودور السلطان عليهم حديدتك أي نقصاميان وحايدتك أمي صياني وحي أمي زاميان والله بدا أهل بيت قال لي سكو خيامي كوة كلانا والله ميت هي بادتكو أي كوة البيتان وحي كوة عبرتان ودادك حقوق دو دي لقد دوت سيو صدح عقاب بارين تنوع عاسينا كدش قشك دادكو أي سكو سميان في البيع والشراء مرقى وحكا لي بسنة يال عقابك كوة دوحو يهي أبارو إلهي دادكا سكو عقابة هنا رقنا مانتا أبارو سيدي وصو نق نقضان أبارتو أبار سما بي نقطة أبار دولنا وي نقطة أبارتو سما دوائن إلهي سبحانه وتعالى روب كادومها وكحر دي لأمر إلهي بكسود دقائي أبارتو دول كنوائن وروب كدو
ودولكا يوحبكا سوى بحوايان أرنك لبادة لغو عقابو تدكا يسكو خيامين أيها البيقة وشدة المونة ومعيشة دوكوات كات وسعر برر أرنك صدحادنا وجور السلطان عليه ودتك مضح دواهين الدلميان إن بدن بين الشاقني ظلمي يا عدالة الدردة يهو قامين حمد مضح دا لقدت السنة يو أسل كيدو إنو كي مادو دنبيو يا خلط شعب كلوت اللي يا كتيران لكن دتك بدن كودا تاس أمار دارع سنة من دقي سنة يان حيابك اللي أرنت هاسي هادي يتشير على كوصلين يان لكن نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحليه سكرنا في دنبيه كلو كواويني هل بيه قددكو هده يسكو خياميان المكيال والميزان وحالو قصه اللي دا مدح لو قدقا كوى الظلمياية وحق وديك قاضية وحق دركو الدلاية وحق دركو حراية وحقوق دي الهي اندوتسيهاية الهي بين سبحانه وتعالى دنبيه دا سي كما قنقلينه وحين قد عين واجب كانوا دمانتهم وأن الله سبحانه وتعالى وقد توبت كانوا ونعوذ بالله من عقابه وعذابه في الدنيا والآخرة دمي أفراد يا عقابك كدلنا يا وحر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا سكد حولودك واجبتي أدي بحوايان إلهي وحكو عقابا روبك السمادة كيمان إيه إلهي نكحبه هدانا يتشري إلهي ما يران كي يقو دنبي وحي قلب سدنان وشيرينا روب ما بي ما دنب انت يرى مرقى غير كود داي سنة إلهي وحقونا حريستا ما يران كا كواسي هدانا يتشري إلهي كواسي كده حولو ده بحواي إلهي سبحانه وتعالى روب ومشروبين إيار إيهين بضنطونا إلهي بس سبحانه وتعالى مالك إسكاله قفك هايستنا إلهي فضل قيسا يكسي ربي سبحانه وتعالى كمسينا وديسي حولديس نسب كيسي أبترسين تيسا مو قيسا يسيدا ويقي هاي إلهي سبحانه وتعالى حول بضن قفك وسيي ربي إيرا ماها وكدل بي وزكدا وليبا إلهي سبحانه وتعالى والشاقي مالين وآد وقباهن يهي إنو هالي دونو إهدو نبيحي وايدتك إساقا ياهو بخيل سن وانا من سفهاء الناس ذاتك كوا وعقل اللي تايو كميدي هاي هدو مودا يسكدو حولي سينا وحكرد ميسان وحبكرد ميسان يدا يا كرديسا وباديسا ما نقصت صدقة من مال سوريني محمد عليه الصلاة والسلام صايب تير دباتو ينكو إلهي كإلالينيه مال كان إلهي واغو بركينيه سكلا أنت يا عقابك وكدلانيه ويكمي تاي حوليه أبارو يمسيبو إنك لا قعنتي سكسارة إلهي سبحانه وتعالى إنو كسلده إلهي أكبقان تدك إلهي مال كسيي موضي النول مدو يهيبا وحولو دا سكدا كبحيان هذيك له حوله هادو الدنيا ده أنت هيتشوجانة وكبابي دوران أخيرا إلهي بحوله لفتو ذك عقاب دوره أرن كافرات ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيره فأخذوا بعض ما في أيديهم تدكوا هدي بريان بلن كإلهي لقلين يبلن كرسولك عليه الصلاة والسلام لقلين إلهي وحكو صلي دا عدو إياك بحسن وإياك أنا هين عدو قاسي وكاد كذا وقب صدا وحي قعنتك وهيين وحكم إذا نواقاتا عادق إلهي يضومه إلهي إلا قلين إلهي وحكو رب اللمين إلهي ربي قودين وياه ألست بربك ومركو إلهي يري قالوا بلى نبي آدم دبر كيسا يكسو صاري دمانتون إلا كوا دلان دونا انت قيامة كور ريس وإنقان ما انت مساعد كان فردنا هاي نكمدنا هاي ربي قين ما هيبود إلهي سبحانه وتعالى لما انتو بوحي إلهي ربي قياد قياء أنا أدارنا أبوري أدارنا له أدارنا مامولة أدارنا حكومة أدي قياء كليدة عبادة حق نوغو له
adiga xaqno ugu leh inaanu ku adeecnaano amarkaaga qaadano waxaad noo diidan inaanu ka hadno aanu ka tagno balanqaadka noocaasi ah cidi ka soo bixi weyda ilaahay cadowbu ku sallidaa saa uu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam aadiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagula jiraana waa maxay markaa tidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah ilaahay inuu rabbiga yahay oo macbuudkaaga xaqaa uu yahay wkelidiya inaad caabuddaa waajib ay tahay inaad adeecdo amarkiisa aad u hoggaansataana ay waajib kugu tahay arrintaasaad ballanqaaday muxammadun rasuulullah markaad tidhina waxaad ballanqaaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam war kastoo uu sheegay inaad rumaysanayso mar hadduu sanadkiisu ansaxo wax kastoo uu ku amrana inaad ku adeecayso wax kastoo uu kuu diidana inaad ka hadhayso ood ka riibtoomayso haddii taa laga waayo ballankii aad rasuulka calayhi salaatu wasalaam u qaaday waad ka baxday ciqaabkuna waa kaa uu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waad aragtaa maanta xaalulmuslimiin siduu yahay sida dhulkoodii loo haysto sida dusha looga xukumo sida khayraadkoodii wixii gacanta ay ku hayeen loo gurto sida loo tunjileecsaday cagta hoosteeda loo geliyey cahdigii ilaahay ay la galeen iyo cahdigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa siduu ahaa aanay uga soo wada bixin arrinka shanaad wamaa lam taxkum aa'imatuhum bikitaabi illah wayatakhayyaru mima anzala allah ilaa jacala allahu ba'sahum baynahum dadka u taliya muslimiinta hogaamiyeyaal iyo madaxu ahi hadday ku xukumi waayaan kitaabka ilaahay wax kale ay ku xukumaan sida maanta madaxda siyaasaddu ay ugu xukumaan inta badan qawaaniin xeerar la sameeyey badankeeduna mustawrad min qibal alkufaar mid laga soo waaritay xagga gaalada madax dhaqameedka in badan oo ka mid ina reeraha u taliyaan ay ugu xukumaan xeerar iyagu ay samaysteen ama ay ka soo gaadheen odayaashii ka horreeyey oo ilaahay kitaabkiisa iyo axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam shareecadii ilaahay u soo dejiyey si cad oo toosa uga hor imanaya oo maxay noo xeer arrinku u yahay arrinku aanu ahayn muxuu ilaahay xukumay muxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintan ka yidhi ilaahay subxaana wa tacaala axkaamtiisu way ballaadhantahay xataa qofku mararka qaarkood waa kala doordooran karaa oo sidan iyo sidanaba u banaantay doorashada isaga ayaa leh taa haddii laga tago wax kale loo tallaabo rasuulku wuxuu sheegay ummaddaa in laysku sallidayo ummad iskhilaafsan ummad isnaceeb ummad iscolaadinaysa ummad dagaalamaysa ummad aan isbixin ahayn ummad aan isu naxariisan ahayn ayaa laga dhigaya xaalku siduu yahayna maanta waynu aragnaa madax ummadda ilaahay kitaabkiisa ku xukumtana waxaa la helayaa dadku marka hore markay nafahooda kitaabka ilaahay ku xukumaan oo ilaahay subxaana wa tacaala markuu leeyahay diinteeda isku xukuma kuwa taladahay oo qura la hadli maayo dadkoo dhan buu ilaahay la hadlaya waxaa maanta ka jirta dhulka islaamka badankiisa waddankeennana si gaara uga muuqata calmaaniya camaliya oo wax ilaahay lagu mahadiyo dadkeenna badankoodu inaanay aaminsanayn diinta iyo adduunyada in la kala saaro oo mabda'a noocaasi aanu caqiido u ahayn laakiin marka la eega xagga camalka iyo dhaqanka waxaad mooddaa in badan inay taa ku dhaqmayaan waayo habdhaqanka qofku markuu masaajidka joogo iyo markuu shaarica joogo hadduu isku mid noqon waayo masaajidka markuu joogana si uu u dhaqmo markuu bannaanka joogana si khilaafsan u dhaqmo waa calmaaniya camaliya masaajidkana cibaadaad baan ku gutaa maran ka soo baxana diin aniga ima xukunta ayuu arrinku noqonaya ilaahay subxaana wa tacaala waa in laga baqo masaajidka arki mayso qof cid ku caaye qof wax ku xadaya inta badan lama arko qof dad ku dulmiyaya la arki maayo qof dad ku xamanaya inta badan lama arko laakiin mar alla waxaa laga yaabaa hadduu mid arrimahaas yidhaa sameyna in la dhaa masaajid baynu ku jirnaa inoo kaada marka laga baxaana waxaasoo dhammi mubaaxa isu bedelaan waa sidii nifaaqo oo kala un soo munaafiqnimadu laba uma qaybsanto mid ictiqaadiya qofu gaalnimo u qarsanayo islaamnimona u muujisanayo iyo mid camaliya
وقف في قلبي سيما وكتشرا وقف مسلمة لكن رقن كولي ورقن كي منافقين يينان يالانين رقن كعلمانيين وعملها يينانو كالصارين دين تيينو لشخ عقيدة هي إنانو كالصارين عملها يدقنها إنانو كالصارين حديث كابن ماجه يا وريي الإمام الحاكم من الصحيح وكل شيء في مستدركه شيخ الألباني نوي حلوة حديث حسنة شنطة الريموت النبي عليه الصلاة والسلام وكل شيء وحي هرين نوغد دعي إلهي نوغد توبت كان انت سوى سعوتين نول نهينا نسكيل علينا إلهينا سبحانه وتعالى عقاب يضا نوع عاسية إنو كما كان قلو وقولي عمل بي إلهي سبحانه وتعالى إنو كما كان قلو أينو حوتشين وناك فرستا يحمان ريبستا يدعوة ضدك خير كان لاوية يا رو حمان تنا إن لقوانيو علمي نبي محمد إلهي وسودي بين لفافيو وضدك جهلي قال لقلد قال مو مركاسو خير كبضانيا شركنا ويارانيا ونواتب صارم قف كستوى مسلمة midwal bay intee awoodi sulaag tahay waajibkaasina uu leeganaya ilaahay baynu weydiisaynaa inuu dambi dhaafay inaga iyo waalidiinteen iyo muslimiinta oo dhan rabbay inaga badbaadiyo masaayibta xanuunada iyo dhibaatooyinka dunida wareegaya ilaahay toobada hayno waafajiyo lagaga badbaadiyo ciqaabka ilaahay ee dambiyadaasi ka dhalanaya ilaahay muslimiinta xaqaha ku mideeyo kuwooda lunsan ilaahay soo hanuuniyo كوان دين تاقون الله إن إلهي وافتشيين برطان برشادة دين إلهي سبحانه وتعالى وفضو دايو إلهي دالك يددك يمضح دباه إنوها قاتشيو اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.